بقعة جميلة في جنوب أوروبا قبالة الساحل الشمالي لليونان. نحن في جزيرة كريت، إنها أكبر جزيرة في اليونان وأكثرها اكتظاظاً بالسكان. تشتهر كريت بمناظرها الطبيعية الجميلة والمتنوعة. يمكنكم الاستمتاع بالشواطئ الخلابة وقمم الجبال الأخاذة والحضارات الرائعة التي مرت على هذه الجزيرة. نحن الآن على الجانب الغربي من جزيرة كريت في خانيا. تمزج مدينة خانيا بسلاسة بين المدينة الحديثة والمدينة التاريخية القديمة الغنية. تطل البلدة القديمة على ميناء البندقية، وهنا يمكنكم رؤية المباني البيزنطية والفينيسية والإسلامية الموجودة في تناغم غني ثقافيا مع خلفية من الجبال البيضاء المهيبة وساحل البحر الأبيض المتوسط. تم بناء مدينة خانيا على موقع إحدى أهم المدن التاريخية في جزيرة كريت، وفقاً للشاعر الكلاسيكي الشهير هوميروس مؤلف كتاب الإلياذة والإنياذة. في الواقع كانت هذه المدينة معروفة باسم كيدونيا، موقع مستوطنة مينوسية. يبدو أن ميناء كيدونيا كان حيوياً لاقتصاد حضارة بحر إيجا التي تعود إلى العصر البرونزي، والتي كانت تعتمد إلى حد كبير على التجارة البحرية. يظن أن القصر المينوسي الكبير يقع تحت مركز مدينة خانيا الحديثة، لكن لم يتم التنقيب عنه بعد. في عام 67 قبل الميلاد غزا الرومان جزيرة كريت، وكانت كيدونيا أولى المدن التي سقطت آنذاك. سقطت كريت مرة أخرى تحت سيطرة الإمبراطورية البيزنطية عام 330 بعد الميلاد، ثم تحت سيطرة العرب المسلمين في عام 828 ميلادية. ويعتقد أن العرب كانوا مسؤولين عن تغيير الاسم إلى خانيا، فقد أخذوا اسم إحدى ضواحي الخانيا كوم، وأطلقوا اسم الخانيا على المدينة بأكملها. حين غادر العرب المسلمون عام 961 ميلادية، أزال البيزنطيون البادئة أل واحتفظوا بخانيا التي اشتق منها اسم خانيا اليوناني. التجوال في المدينة القديمة مع متاهة من الأزقة والشوارع يعيدكم بالزمن إلى الوراء من خلال الهندسة المعمارية التي تعود إلى القرون الوسطى، ويمكنكم إلقاء نظرة على مدينة البندقية التجارية الصاخبة التي كانت خانيا ذات يوم. حالياً تم تحويل القصور الفينيسية التقليدية وغيرها من الهندسة المعمارية إلى محلات تجارية ومطاعم ومقاهي في كريت لخدمة السياح.
شيد الفينيسيون مباني عامة وقصورا متقنة، مما منح خانيا أجواء مدينة أوروبية حديثة. تم تنفيذ ذلك عادة وفق الطراز المعماري القوطي لمدينة البندقية، والذي كان بتأثير من أسلافهم في جزيرة كريت البيزنطيين. بقي هذا السور من عهد البيزنطيين، والذي بني في القرنين السادس والسابع للميلاد على أسس الأسوار الهيلينستية لحماية المدينة من الغارات العربية. وتم تعزيز الأسوار في الفترة البيزنطية الثانية في القرن العاشر لمنع الغزو العربي الإسلامي الثاني باستخدام المواد المتاحة من المباني الهيلينستية واليونانية الرومانية حول المدينة. بعد 3 قرون من فتح البندقية، منذ عام 1205 حتى 1669، كان التهديد من الإمبراطورية العثمانية يتزايد، مما دفع الفينيسيين إلى بناء تحصينات ضخمة حول المدينة. ولتعزيز الأمن بشكل أكبر، تم تشييد قلعة فيركاس عام 1629 لحماية ميناء البندقية الثمين من المهاجمين وكدفاع آخر ضد العثمانيين. ومع ذلك، ورغم جهود الفينيسيين لحماية بلادهم، بدأت حرب كريت في عام 1645، واستغرق سقوط جزيرة كريت أكثر من عقدين، فقد تم غزو مدينة خانيا في نفس العام. دمر جزء كبير من المدينة بعد حصار دام شهرين. كان موقع الجزيرة ذا أهمية قصوى بالنسبة للإمبراطورية العثمانية. كان وجودها في حد ذاته يهدد سيطرة العثمانية عبر البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا. في تلك الفترة اعتنق السكان الإسلام بأعداد كبيرة، وربما كان أحد أكثر الأمثلة رمزية على هذا هو إنشاء مسجد الإنكشارية الشهير لأداء الصلوات الخمس فيه هنا تماما. لكن من هم الإنكشاريون؟ تأسست قوة الإنكشارية في عهد السلطان مراد الأول عام 1362، وكان للإنكشارية تنظيم خاص بهم بثكناتهم العسكرية وشاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم. كانوا أقوى فرق الجيش العثماني وأكثرها نفوذا. عرفت قوات الإنكشارية باعتبارها إحدى أقوى جيوش العالم في بداياتها، فهي القوة الضاربة للعثمانيين على مدار قرون، وهي إحدى الفرق الأساسية في الجيش الذي فتح القسطنطينية. وبالطبع خدموا خلال الحرب بين العثمانيين والفينيسيين. تم بناء المسجد المطل على المرفأ على أرض كنيسة سابقة ذات صحن واحد كما قيل. مسجد الإنكشاريين عرف أيضا باسم جامع يالي، وجامع يالي في اللغة التركية تترجم إلى مسجد بجانب البحر بالعربية، وهذا الاسم مناسب بشكل لا يصدق، حيث يقع المسجد في ميناء البندقية القديم مقابل المنارة مباشرةً.